مرحبا جميعا. من اكثر الاسئله اللي كنت بنسالها عن الجهات اللي نحن ممكن نقدم لها لحتى انه نتوظف فيها هو مستشفى حمد او المستشفيات بشكل عام، لكن مستشفى حمد عم بنسال عنه كثير في الفتره الاخيره. في الوضع الحالي بتخيل او الكل بيعرف انه الطلب على الممرضين والاطباء عم بيزيد في كل دوله من دول العالم. اوكي المطارات مغلقه، لكن في كل دوله من دول العالم عم بيزيد هذا الطلب، فمش غلط انه نحن نحاول نعرف اكثر عن المؤسسات الطبيه الموجوده في دولة قطر، وأهمها مؤسسة حمد الطبية. أنا جاسر مصطفى، هاي جي توكس، وهاي سلسلة وظفك. خلينا نبلش. كالعادة قبل ما أبلش من عم بحكي عن المؤسسة الطبية، فلازم أحكي لك أنه أنت لازم تدير بالك وتحضر فيديوهات التوعية اللي حكينا عنهم في التشانل عن أنك أنت كيف تدير بالك وتحمي حالك وحبايبك وأبنائك وأهلك من هذا الفيروس، وأهمها أنك أنت تحافظ على نظافتك الشخصية وتحافظ على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وكمان تبعد عن الناس قدر الإمكان، خاصة اللي عم بيطلع عليهم هاي الأعراض. في حالة السعال والعطس وإلى آخره حاول تستخدم المناديل وتخلص من المناديل بشكل مباشر، وأكيد تستخدم المعقمات. وأنا في هاي الفيديو وهاي سلسلة الفيديوهات راح تلاقيني دائما عم بستخدم المعقمات لحتى إنه إحنا ندير بالنا من هذا الفيروس. هيك الأمور تمام وبنقدر نبلش. اليوم أنا عم بحكي لك عن مؤسسة حمد. من الأسئلة كثير اللي انسألت على سواء الفيسبوك أو انسألت على التشانل أو عم تنبعت لي بشكل خاص، إنه إحنا هل ممكن إحنا نتوظف في مؤسسة حمد الطبية؟ طب هل في تدريب في مؤسسة حمد الطبية؟ فنسأل هذا السؤال على أكثر من جروب، وهذا الفيديو ما راح أخليه طويل، راح يكون قصير وستريت to the point إن شاء الله، لأنها مؤسسة واحدة ومش عم بحكي عن عدة وظائف. لكن خليني أقرأ لكم إيش السؤال اللي انسأل. السؤال سأل على إحدى صفحات المغتربين الموجودين في دولة قطر على الفيسبوك، وكان بيحكي يعطيكم العافية، بدي أستفسر، في حدا تدرب في مستشفى أو مؤسسة حمد لأكثر من عام وبعدها اتوظف؟ والأجوبة تفاوتت، لكن أنا حبيت أخذ واحد من هاي الأجوبة، وهذا رح أقرأ قراءة حتى ناخده بالضبط زي ما هو. بيحكي لك إنه مستشفى حمد بدرب لمدة 6 أشهر، وباستثناء من المشرف على التدريب بيصيروا 9 أشهر. معلومة أكيد من قسم التدريب اللي بمجمع بروة بمنطقة السد، هذول منطقتين أو هذا المجمع وهاي المنطقة موجودة في دولة قطر. هم نصحوني تتدرب زوجتي في مركز خاص سنة كاملة حتى ما يصير في انقطاع في التدريب، وحتى يصير في عندها خبرة وتقدر تقدم للجهات الطبية. فبيحكي لك إنه نصحوني تتدرب زوجتي في مركز خاص لمدة سنة كاملة عشان ما يصير تقطع في التدريب عشان تأخذ الترخيص تخصص التمريض، وهذا بينطبق على الممرضين في دولة قطر. وكمان في برنامج تدريب ثاني أو تشغيل ثاني موجود في مؤسسة حمد، تقدروا أنكم تدخلوا على الويب سايت تقرأوا عن هذا الموضوع وإيش متطلبات العمل في مؤسسة حمد الطبية. في لنا كثير أصدقاء بيشتغلوا كأطباء في مؤسسة حمد، بتقدروا أنكم تحاولوا على صفحات التواصل الاجتماعي أو صفحات الفيسبوك للمغتربين الموجودين في دولة قطر. ببساطة بتسأل مين بيشتغل كطبيب في مؤسسة حمد مثلا أو كممرض في مؤسسة حمد، وبتطرح سؤالك وببساطة الكل بيجاوبك على هذا السؤال. إن شاء الله أنه هذا الفيديو يكون مفيد، وياريت إذا شفت أنه مفيد أو ممكن يفيد أي شخص لأنك أنت تعمل لايك، تعمل شير، وأكيد أعمل سبسكرايب واشتراك في القناة ونيبل للنوتيفيكيشن بل حتى يوصلك كل جديد. من هون تلاقوا الوظيفة اللي أنتوا تحبوها ولا تعدي هاي الأزمة. دمتوا بسلامة وصحة، ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم في فيديو تاني وسلام.